السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تنصيب الـ DHCP نحتاج انه احنا نعمل configuration للـ DHCP. طبعا الـ DHCP configuration حيكون في مسار الـ ETC DHCP DHCPD.config. مثل ما نلاحظ لما نعمل cat بيظهر لنا هاي المعلومات. طبعا ممكن انه انت تعمل عليها تعديل نانو، ناخذ هذا البارت copy paste enter، دخلنا للـ DHCP. لاحظوا هو فارغ. ممكن احنا نعمل اي configuration. طبعا هذا الconfiguration هيعتمد هيعمل على ال PXE bootline، فالمفروض من عندنا انه احنا نعرف ال range اللي احنا هنشتغل عليها. ممكن احنا نشوف ال range عن طريق ال مثلا ال system tools ال virtual machine manager. خلونا نشوف ال range اللي احنا مستخدميه. لو نجي نعمل open خلينا نشوف مهم جدا انه انت تضبط not running. اوكي not running بس هذا information. performance memory هذا network default one net virtual. اوكي طيب نحتاج شيء هذا منا. ممكن احنا ناخذ الانفورميشن طبعا. this one wire setting. لاحظ هذا هو الانفورميشن اللي هو بيعطيها بالنات. هذا مهم جدا انه انت بالدي اتش سي بي كونفيجريشن لازم السب نت تحددها، وهذا السب نت اللي حيشتغل عليها البي اكس اي سيرفر اللي راح يعطيك هذه الخدمه. فلازم تكون انت حذر بادخال هذه الانفورميشنز، لان اي خطأ بها ما راح يتعرف، لان هذا هو الكلاس ستيتمنت اللي عن طريقه يسمح بالبي اكس اي بوت يشتغل. فاول شغله احنا حنكتبها هنا، راح نكتب سب نت. هذا السب نت راح يكون بي اي بي. لاحظ هنا انا منطلق 10.02 الراوتر 2.2 اذا 10.02.2 هذا ال 0 النتورك. اوكي هذا الاي بي النتورك 0.2. اوكي السب نت خلينا نشوف السب نت كيف راح يعطيها. نجي نكتب هنا اي اف كونفيج. تلاحظ هذا هو السب نت. ممكن ناخذه من هون نلصقها هون. اوكي هذا هو سب نت. نفتح قوس المجموعة، ننزل الأسفل، نجي نكتب option routers. option routers. الراوتر حيكون 10.0.2.2 صح؟ زين. لا ننسى هذا سكريبت بمعنى فارزة منقطة. بعد ذلك نجي نكتب هنا الرينج اللي احنا حنعطيها 10.0.2 point مثلا 200، من 200 الى space تعطي 10.0.2 point مثلا 250 فارزة منقطة اسفل. ايش راح نحتاج؟ نحتاج الى next server. next server حيكون 2.2 10.0.2 point حنعطيه الاي بي اللي احنا عدنا. اي بي اللي احنا بنستخدمه هو هذا غلط. احنا اخذناه، هذا اخذناه احنا من اللوب صح. هذا هو النت. اوكي هذا هو النكست. خلينا نكتب هذا النكست، عفوا انا غلطت. هذا هو النكست سيرفر اللي حيكون اي بي اللي احنا عدنا. هذا حيكون لاحظ بهذا الرينج. اوكي بهذا الشكل. طيب هذا النكست سيرفر. يبقى علينا انه احنا نجي نكتب الفايل نيم يبحث عن
ال PXE Linux اوكي سلاش على PXE Linux دوت زيرو فارزة مؤقتة. طيب هذا هو الكونفيجريشن، لا تنسى انه انت تغلق قوس المجموعة. اذا that's it، هذا راح يكون عندنا كامل كشرح تفصيلي او شرح عن هذا اللي احنا عملناها. طبعا بالامتحان انت ما راح يكون عندك اي مشكلة انه انت تيجي تعمل نوع معين او تعرف اي الماشينز اي الاجهزة اللي انت مفروض من عندك تستخدم PXE سيرفر. وانت هنا يعني هما حيحددوا لك، مثلا بيقولوا لك انه هذا الحاسبة احنا بدنا ينزل عليها PXE سيرفر وما عندك مشكلة بيها، بس انت عندك من ضمن السبنت الديفينيشن تعريف السبنت احنا لاحظنا انه في عندنا النكست سيرفر. نكست سيرفر هو الاي بي ادرس للسيرفر نفسه، يعني احنا حاليا هذا هو سيرفرنا السنتوس، نعطي له الاي بي للسيرفر اللي احنا عندنا اللي هو يتم عمل الكونفيجريشن التابع الى عن طريق التي اف تي بي. حتى اذا يعني يكون انت عندك التي اف تي بي سيرفر موجود في نفس السيرفر، هذا السيرفر ايضا مفروض من عندك انه هو يعطي الدي اتش سي بي اوكي، والفايل نيم هو ستيتمنت يعرف في هذا السكشن المفروض من عنده انه الورك ستيشن السيرفر اللي انت عندك مفروض انه هو يعطيك شو، يعطيك البي اكس اي بوت، لانه هو عن طريق هذا الاسم اللي هو البي اكس اي لينكس بي اس اي لينكس دوت زيرو يسمح لك انه انت تعمل سيرفر تستخدم البي اكس اي بوت. وتلاحظ انه الفايل نيم هو تابع لمن، تابع للتي اف تي بي سيرفر روت اللي بيعرف عن طريقه التي اف تي بي كونفيجريشن فايل. طيب بعد ما احنا عملنا هذا يحتاج انه احنا نعمل TFTP PXE server content، لانه احنا حضرنا البي، طبعا هذا control x y enter that's it، احنا هسه حضرنا ال DHCP server ما عندنا مشكلة بيها، لكن يبقى علينا انه احنا نحضر ال TFTP PXE server المحتويات اللي يحتاجها حتى لما يجي يشتغل ال DHCP يعرف ال TFTP شو الأشياء اللي بيوفرها للكلاينت. هنا احنا في عندنا قاعدة انه ال PXE server بيوفر لك image عن هذا النظام لمن، للحاسبة اللي انت بدك تنصب فيها اللينكس. PXE boot حيبدل المهمة من مهمة انه كالنتورك، حيبدلها بمهمة انه هو يوفر لك الجراب 2، محتويات الجراب 2 اللي هي مفروض تكون في البوت دايركتوري، لانه انت تعرف انه حتى احنا حنشغل اي نظام مفروض انه الجراب 2 اول شيء بيظهر لك وبيوفر لك الجراب 2 اللي هو البوت لودر عن طريق النتورك. فهذا الشيء نحتاج انه احنا ايضا نعمله كونفيجريشن بالبي اكس اي سيرفر. طيب اذا يبقى علينا انه احنا نعمل كونفيجريشن للتي اف تي بي سيرفر للبي اكس اي بوت. شوف التايم، نوقف نكمل الدرس القادم، مع السلامه.